كما شفتوا في الفلوق اللي فات، الرحله ديالنا كانت في كوكب النرويج اللي صراحه عجبتني بزاف وكانت واحده من احسن الدول اللي غادي نزورها. وفي السفر ديالنا اليوم غادي نكتشفوا فيه جوهره سكوندينافيا، مملكه السويد. فقط الصباح باش ندير الديبار وعلى دقيقة على الصباح، ولكن الريزو باقي تالف ليه. بما انه عندي الفاليزا قررت على انني نشد الطوبيس اللي صدمت في الثمن ديالو. تنغالي الطوبيس انا بزاف، تقريبا 4 اورو 42 درهم الدراري لوبيرج. الريزو باقي عندي تالف وباقي ما كنفرقش ما بين لوبيرج والطوبيس. فهمو غالي دوك غنمشي نشد لوبيرج لان عندي الفاليزا، غنديروه بالتربح. ديك العبرة ما عارفش والله ما عارف انايا، فهمتي؟ الا جا كونترول والله ما عارف انايا، غنديروا شي سلاته ديال الله والوالدين. ما غنشوفو دير انت فلوق دابا الصباح. وهذه هي لابليكاسيون روتر اللي ممكن انكم تيليشارجيوها باش تاخذوا التيكي ديالكم الا كنتو بغيتو تاخذوا المواصلات مدينه اوسلو. وتقريبا 42 نوك هنا الخوت شنو هي العمله ديالهم، مشات لي سميتها الكرونه. وعلى الدراري 7 الصباح باقي فيها 5 دقائق. قهراتنا هاد النرويج الخوت بهاد الاثمنه اللي مرتفعين، غادي نهربوا الخوت من هاد النرويج. وهنا غادي تدوز واحد الحاجه اللي غادي تخليني نصحصح ونفيق مزيان. جمال على الصباح كيدوز من حداك كيصحصحك كيفايقك يقول لك تقعد رقراقي. ولكن بلاتي كي جاتكم الحطه فرص الزرقاء الدراري، السويد ولا ماشي السويد؟ جاي لهم اونتوني ان شاء الله. النرويج قال لك 4 دقائق، 4 دقائق ما كاينش اللعب. وفي الاخير خديت الطوبيس وتوجهت للمحطه ديال الكيران اللي صراحه صدمتني بالجماليه ديالها، واللي كتحس براسك كانك في مطار. الخوت هذا الباص ستيشن ديالهم بالرجوله ليفل عالي ما نكذبش عليكم، حاجه فوره الخوت الشر بحال في مطار بالرجوله بحال في مطار. وبما انه الصباح وباقي ما فطرتش مشيت جهه الماكله ومع شفت الاثمنه وانا نقول هادشي ماشي ديالنا. ايه هذه غير محطه ديال الكيران في الدول ديال سكوندينافيا. الكار جا في الوقت وبلا روتار وتوجهنا لدوله السويد. تبوريشه واحساس زوين وانا داخل لهذ الدوله اللي كانت عندي علاقه كبيره معاها ملي كنت صغير. وصلنا لمدينة غوتينبرغ وتوجهت مباشرة للوبيرج فين غادي نحط الحوايج ديالي ونخرج نكتشف هاد المدينة. بالنسبة للثمن ديالو مقارنة مع اوسلو فراه كاين فرق كبير صراحة، 28 دولار ماشي هي 42 دولار، دوك راه كاين فرق كبير في الأثمنة وحتى في الثمن ديال الماكلة هنايا وداك الشيء كامل، فهو رخيص على اوسلو بطبيعة الحظ. وكلما أنت كتنزل من النرويج كلما الأثمنة كتكون شوية رخيصة. بالنسبة إلا كنتو مازال ما شفتوش الفلوق اللي فات ديال النرويج، راه كنت قلت لكم بأن العملة ديالهم الكرونة ديال النرويجية ولا الكرونة السويدية فهي كتساوي الدرهم المغربي، يعني بحال تقريبا. الأثمنة اللي كتشوفوهم هنايا غتحولها للدرهم، غتجيك إيزي في الأثمنة ديالهم، دوك ما كاينش شي حاجة. هي المعيشة غالية وي، مي مقارنة حنا كنقارنا دابا مع النرويج، مقارنة مع النرويج كاين شوية فرق في الثمن، دوك ناقصة واحد شوية، ولكن كدولة إلا جيتي تشوف راه غالية صراحة غالية. مي راه غايلة المشكلة تولف النرويج تولف أوسلو في ديك الثمن ديال الأثمنة غالية فيها. إلا طلعتي لبرا شريكي شي فاك شتو، غترجع رجع الروماني ولا شي لعيبة غاتبقى تبان لك إسبريسو في رومانيا فهمتيني بأورو أورو ونص. كاسكس سي أورو ونص راه غالي أسكس. لا أنا كنا كنضربوها بثلاثة أورو 4 أورو في أوسلو، راه خايبة القاعدة الدراري والله حتى خايبة. مدينة غوتينبرغ اللي كتعتبر ثاني أكبر مدينة في السويد من بعد العاصمة ستوكهولم. يا ربي شي بوليسية تشدني تقول لي وريني الوراق باش ما نعرفكش، يا ربي عرفوا يشدونا في صربيا يشدوك فهمتي ذوك الدول مكحطة فهمتي، كتلقى بوليسي كيقلبك كيحيد لك كلشي السروال التقيطة. يا شي سويدي أنا تجي تقلبنا زعما تقول لي الفيزا فهمتي ونعطيها باسبور تشك فيا فهمتيني ونقول لها لا نقول لها راه ستودنت فهمتوني فهمتيني، نتلاقى مع شي سويديه الدراري تقول لها مين كارليك مين ديامينطا فهمتيني الدياموندا ديالي، المهم مين شي لعيبه زوينه فهمت. بدينا كنتعلموا شويه معاهم السويديه الدراري، واخا هكاك لغه زوينه فهمتي ماشي بحال البولونيه. البولونيه الدراري فهمتي معنكش كتسمع ديك فهمتي شي حروف، راه كما قلت لكم في الفلوق ديال بولونيا حروف ما كيتلاقاوش. ودابا غادي نتوجهوا لواحد من اهم الاحياء المعروفه في مدينه غوتينبرغ. هذه هي البلاصه اللي كاينه هنايا اللي سميتها هاكا، مكان اللي معروف بالمنازل الخشبيه ديالو واللي مبنيين منذ سنوات قديم بزاف من 1846 اللي مبنيين هاد الديور هذا، دونك فريمون واحد السيل ديال فهمتيني اولد سكول داكشي فهمتي فريمون قديم، وهادشي اللي كيجعلو وجهه سياحيه شهيره ومن اقدم الاحياء في مدينه غوتينبرغ.
انه بالنسبه للابليكاسيون ديال الطوبيس الا بغيتو انكم تشريو تيكي ديال الطوبيس ولا ديال الترامواي كاين واحد الابليكاسيون سميتها بلاتي مشات لي السميه ديال كنحفظها وكتمشي ليا الدراري راه المهم الدراري وبنات مين كنقول الدراري سميتها فاست ترافيك هي هادي الخو تشري منها التيكي ديالك اونلاين الا ما بغيتيش تسلش بيان سير وكطلع في الترام ولا في البيوت ولا اي حاجه غير هو الثمن ديالها الصراحه المقارنه مع النرويج ما كاينش واحد الفرق كبير بزاف النرويج تقريبا 42 درهم ولا 42 كرونه اللي هي تقريبا 4 اورو فاصله وهذه 36 ولا 34 يعني 3 اورو ونص بحال هكا كاين ما كاينش واحد الفرق بيناتهم غير هو لافونتاج اللي كاين في هذه ديال السويد هو انه فيها ساعه ونص ديال المده تقدر ساعه ونص تقدر تشد اي طوبيس بغيتي ولا اي ترامواي ولا اي حاجه هذيك اللي في النرويج فيها غير ساعه واحده قلت لكم السويد الاثمنه فيها شيئا ما طايحين مي ماشي زعما بزاف ما كاينش واحد الفرق كبير مي فهمتي مرخوفه واحد شويه راه كاين النرويج ما نكذبش عليكم الناس اللي مازال ما تفرجوش في الفلوق ديال النرويج ليش تدق بالروج انت عدي ورا كيفاش داير شنو ناه كذبش عليكم الخوت كنبغي نحاول نقص ما امكن ما نهضرش على البنات ديال السويد ولا ما نهضرش على جمال ديال البنات ديال السويد جمال رباني صراحه ما بقاش يقول لي كتهضر غير على البنات كتهضر على البنات ولكن الخوت راه فريمون الجمال اللي كاين هنا راه ما يمكنش راه اقسم بالله الخوت لا فاش كنت في النرويج الاكسيون ديالي كيفاش كانت على قبل البنات اللي كاينين تما ما كذبش عليكم راه كنقول لكم داكشي سبونطان ولكن راه اقسم لكم بالله راه فاش جيت لهنايا راه لا علاقه لا مع اوسلو الخوت راه فريمون فرق كبير ما بين السويديات ومن بين واه راه يمكن راه دابا شي واحد السؤال طاح لي في راسي في لاكار اقسم لكم بالله طاح لي بقيت كنقول دابا تخيل دابا حور العين كي غيكون دابا تاع حور العين كي غيكون سبحان الله العظيم شو اصاحبي واحد الجيم المشكل عاد شنو المشكل فهادشي كامل شنو ولا غرقتي هنايا طولتي واحد المده كبيره انا في السويد والنرويج وهاد النواحي ولفتي هاد الزين غادي تولي في مشاكل شريكي فهمتيني غطلع البريم ديالك غتبقى تعجبك حتى شي بنت الدراري ولا الدراري ما تبقى تعجبهم حتى شي بنت حنا وصلنا فين غناخذوا السيفونير نورمالمون فهاد البلاصه وكما العاده نفس البروتوكول في اي دوله غادي نشريو الدرابو تاع السويد باش نخليو عندنا كسوفونير هاو الدراري حق مشات واحد 5 اورو عاوتاني 5 اورو في النرويج ب 6 اورو هنا ب 5 اورو باش تعرفوا راه فهمتي غادي كتنقص نقص شويه بشويه غنقصوا لينا اورو هنا داروا معنا ثمن زوين فهمتيني هي راه غاليه دابا هنا غتعرفوا تقريبا الفرق كيفاش داير هي راه غاليه حتى هي ولكن قل من النرويج ولكن غاليه فهمتي بحال ما عرفتش المهم خصكم تفهموني وصافي كنكون الخوت كنصور بحال هكا في شي فيديو ولا شي لعيبه كتخرج لي شي سويدي الخوت في الكادر ولا شي لعيبه كتقول لي اسمح لي ولا علاش تقولي لي اسمحي غنخرجي في الكادر غباني ماشي مشكل بالعكس حتى هي الكادر نعال بوديك البنايه بغيناش حنا البنايه كاع هراب لي انا الدراري في الدول هادو هراب لي وفركل لي الدراري انا على هاد الحساب هذا غادي نزيد شي جوج ليلات اخرين واقيلا في السويد بان لي ما نكذبش عليكم كنت نورمالمون باغي ندير دوره خفيفه وكذا وصافي ونهود حالاتي لان المعيشه شويه غاليه وما موجدش لها البيجي ديالها ولكن على جالهم والله لا نزيدو جوج ليلات الدراري جوج ماشي وحده جوج ان شاء الله غيكونوا في مالمون ان شاء الله الفلوق الجاي ما بين لي زاكتيفيتي المهمه اللي كاينين في مدينه غوتنبرغ كاين واحد الباص اللي سميتو اوسيان باص.so غنخلي لكم الواقع ديالو تحت واحد البيوس اللي كيدورك على المدينه وفي نفس الوقت كتدخل وسط البحر دوك هذا بيوس اللي كيدخل وسط البحر وفريمون واحد الاكسبيريون اللي زوينه اليوم الجو صراحه ماشي زوين بزاف باش انني نديرك صراحه معول انني ندير هذه القضيه ولكن ماشي الفرصه ديالها باش انني نديرها دوك هو كاين نورمالمون في ستوكهولم وكاين في غوتنبرغ في هذه المدينه هذه بالنسبه للثمن ديالو في ستوكهولم كاين تقريبا 36 اورو وهنايا 30 اورو دوك الفرق ديال 6 اورو تقريبا هذا الريمارك اللي لاحظته هنايا في السويد وحتى في النرويج هو انهم ما كيحترموش الفروج صراحه كنت كنتوقع ان غيكون زعما داك النظام وكذا صراحه بالعكس الناس فهمتي كتقطع في الحمر وكذا انا كنقطع معاهم في الحمر مين شفتهم ديك انا كنلقى راسي واقف وكنلقى سويديين كيدوزوا كيقطعوا ولا كنلقى مثلا النرويجيين كيقطعوا فانا في الاول كانت عندي الفكره ديال انهم شويه ستريكت وكذا بحال داكشي ديال الالمان زعما القانون هو القانون مي الصراحه فهمتي بالعكس عجبتني هذه القضيه بان لي الشعب شويه بيس فهمتي مطلوق عادي فهمتي شويه خرق قوانين شويه فهمتيني شويه كحل شويه ابيض دابا الخوت واحد المشكل طايح فيه مايمكنش كما كتعرفوا الماء ديال الدول سكونديناف من احسن المياه اللي كاينين في العالم يعني غير من روبين كتقدر تشرب الماء فريمون نقي وحسن من هذاك اللي كتشريه والماء اللي كتشريه كيكون غالي وهذاك اللي في الروبين احسن من هذاك اللي كتشريه حيت اصلا عندهم الماء هنا زوين دوكا من الروبين تشري في الفلوق اللي فات صيت شريت قرعه الماء وتقامت عليا ب 6 اورو دابا نسيت ما عمرتش الماء من لوبيرش وفي العطش وبغيت نمشي نشري من الحانوت وكنحس براسي غنتصيد بغيت شي نافوره ما لقيتهاش وفي العطش دابا كي غندير لها ما عارف ودابا جا وقت الصلاه فين غادي نتوجهوا للمسجد اللي كاين في هذه المدينه اللي ما شاء الله كبير وزوين اشهد ان محمد رسول الله الحمد لله وش
شكرا لله الحمد لله. بين الملاحظات اللي لاحظتهم في هذه مدينه غوتنبرغ وان فيها العرب بزاف مقارنه مع اوسلو. فريمون الجاليه العربيه كاينه هنايا بزاف، هي حاجه زوينه، مزيان ان تكون الجاليه العربيه كاينه هنا. دونك كتلقى الماكله حالات، الاسلام بيان سير منتشر. كنا نهضروا على جمال المدينه مقارنه مع اوسلو، صراحه اوسلو تفوز بجمال المدينه. اما اللي كنا كنهضروا على جمال الفتيات السويديات، صراحه السويد تفوز في هذه النقطه هذه. المعيشة في السويد صراحة رخيصة بزاف مقارنة مع اوسلو الخوت. 5 اورو 6 اورو تقدر انك تاكل هنايا في اوسلو، فهمتوني؟ كتهضر على جوج ارقام الفوق، انك كتهضر تقريبا على 15 اورو 16. دونك هادشي باش زوينة صراحة السويد. السويد كتحس بها شيئا ما شعبية. شوف باش نعطيكم مقارنة مقادة، النرويج كتحس بها بريميوم والسويد في اي. كانت هذه الرحلة ديالنا في مدينة غوتنبرغ، والفلوك الجاي غادي نشوفوا ان شاء الله مدينة مالمو.